بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الثانية كلية التجارة شعب العربي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتقابل إن شاء الله أو هنتشرح مع بعض بأمر الله النهاردة مع موضوع مهم قوي من موضوعات المادة بتاعتنا، هي محاسبة شركات الأموال. هنتكلم على زيادة رأس المال. اولا انت عشان تزود رأس المال لابد ان انت عندك احتمالين. الاحتمال الاولاني ان انت عايز تزود رأس المال بتاعك في حدود رأس المال المرخص به. ناخدنا قبل كده ان رأس المال قد يكون رأس المال مرخص به ومصدر ومدفوع. فانا مثلا انا واخد او كاتب في العقد بتاعي ان رأس مال الشركة بتاعتي 100 مليون جنيه، انا اصدرت منهم اسهم ب40، عايز ازود يبقوا 60، يبقى ده في حدود رأس المال المرخص به، وبيشترط هنا موافقة مجلس الإدارة. أما في حالة الرغبة في زيادة رأس المال أكتر من مبلغ رأس المال المرخص به، بيشترط هنا موافقة الجمعية العامة غير العادية. طيب أنا دلوقتي بتقابلني مشكلة لما أجي أعمل أو أجي أو أدي زيادة رأس المال، إيه المشكلة دي؟ المساهمين القدامى أنا مش عايز أضر بالمصالح بتاعتهم، وبالتالي عشان اعالج المشكله دي فانا بقتصر او ممكن ان انا اقتصر الاكتتاب في اسهم الزياده على المساهمين القدامى بس، او ان انا اصدر لهم اسهم مجانيه للمساهمين القدامى. الاسهم المجانيه دي انا هاخد فلوسها من الاحتياط العام في الشركه وبعدين اصدر لهم اسهم، او ان انا هصدر الاسهم الجديده بتاعتي بعلاوه اصدار. وخدوا بالكم بقى من النقطه دي لانها مهمه قوي. علاوة الإصدار هو مبلغ زيادة على القيمة الإسمية للسهم، يعني لو السهم قيمته ب10 أنا هبيع السهم ده ب12 أو ب13، يبقى أنا الزيادة التلاتة أو الأربعة جنيه دول هما بنسميهم علاوة الإصدار. وعلاوة الإصدار تكفل في حساب الاحتياطي القانوني بشرط ألا يتجاوز قيمة الاحتياط القانوني 50% من رأس المال المصدر بعد الزيادة، وفي حالة انه هيزيد عن كده باخد الفرق واحطه في احتياطي علاوة اصدار. طيب ايه طرق زيادة رأس المال؟ زي ما هتشوفوا مع بعض كده انا عندي اكتر من طريقة: اصدار اسهم نقدية، اصدار اسهم مقابل حصص عينية، تحويل حصص التأسيس لاسهم، الاحتياطيات بحولها لاسهم مجانية بالقيود اللي انتوا شايفينها، بحول ديون مستحقة إلى رأس المال. خد بالك احنا بنزود رأس المال يبقى في جميع القيود اللي عند حضرتك رأس المال طبيعته داين، يبقى في جميع القيود هيجي في الجانب الدائن. أهم حاجة بقى عايزين ناخد مع بعض التمرين ده، وخدوا بالكم لأن النقطة دي بتتكرر في كل امتحان قبل كده، ولما تجيبوا امتحانات السنوات السابقة هتلاقي على طول فيها الجزئية دي، ونركز بقى مع بعض كويس قوي في التمرين ده ونحاول نفهمه مع بعض. بيقول لي كده: طرحت إحدى الشركات المساهمة 50,000 سهم عادي القيمة الإسمية 30 جنيه للسهم، بالإضافة إلى. كلمة بالإضافة إلى يعني أنا غير ال 30 جنيه دول هبدأ آخد 4 جنيه علاوة إصدار وجنيه واحد كمصروفات إصدار، وذلك لزيادة رأس المال. يبقى لغاية هنا أنا عرفت إن الشركة هتطرح 50,000 سهم، السهم قيمته الإسمية 30 جنيه، والشركة هتاخد زيادة عن ال 30 جنيه 4 جنيه علاوة إصدار، وكمان هتاخد جنيه مصروفات إصدار، يعني الشركة هتاخد عن كل سهم 35 جنيه. إيه رأس مال الشركة ده اللي أصدرته قبل كده؟ يتكون من 200,000 سهم عادي برضو القيمة الإسمية 30 جنيه مدفوعة بالكامل. خد بالك بقى، يبقى أنت كان عندك قبل كده 200,000 سهم وبعدين هتصدر 50، يبقى عدد الأسهم بعد الاكتتاب هما 250,000 سهم مجموع الاثنين مع بعض. بلغ رصيد الاحتياط القانوني 3,650,000. خد بالك الرقم ده مهم جدا 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 لأن أنا هحتاجه بعد كده وأنا بقفل علاوة الإصدار. احنا سداد الزيادة ده هيتم على النحو التالي. احنا خدنا قبل كده ان الاسهم تسدد على اقساط او تسدد دفعة واحدة، هنا تسدد على اقساط. 20 جنيه ده قسط اكتتاب. قسط الاكتتاب ده بيتضمن علاوة الاصدار ومصروفات الاصدار، وبالتالي ال 20 جنيه دي لما اجي اقسمها
علاوة الإصدار أنا عارف إنها فوق 4 جنيه أهي، ومصروفات الإصدار جنيه، يبقى 4 و1 5، إذا ما يتضمن رأس المال من الـ20 هما 15 جنيه، 11 جنيه قسط التخصيص، 4 جنيه القسط الأخير. وقد تم الاكتتاب في عدد 75,000 سهم. نقف هنا بقى شوية، أنا عندي الاكتتاب في 75,000 سهم، عدد الأسهم اللي الشركة طرحتها 50,000، وبالتالي زي ما أنت شايف من المقارنة بين الرقمين هلاقي إن أنا عندي زيادة ب 25,000 سهم. إحنا اتفقنا قبل كده أن الزيادة تستخدم في سداد باقي الأقساط أو إن أنا هرد الزيادة، وهنا التمرين قال لي وقامت الشركة بحجز الزيادة لسداد الأقساط التالي. وقد تم سداد كل من قسط التخصيص والقسط الأخير في موعده، إلى أنه عند سداد القسط الأخير تبين تأخر أحد المساهمين الذي يمتلك 100 سهم. يبقى أنا هنا عندي مشكلة تأخر أحد المساهمين عن سداد باقي الأقساط، وبناء عليه الشركة باعت أسهمه ب28 جنيه، وحملت الشركة هذا المساهم 300 جنيه مصروفات إدارية. وبعد كده لما هنشوف أن الشركة سددت له المبلغ المستحق له بشيء. وقد حملت الشركة المصروفات الخاصة بإصدار الأسهم على بند المصروفات الإدارية. قبل ما نسيب النقطة دي، مصروفات إصدار الأسهم هي مبلغ الشركة بتحصله عند زيادة رأس مالها أو عند إصدار الأسهم، وبناء عليه المبلغ اللي بيتم تحصيله لأكتر من معالجة، يا إما نخفض بيه مصروفات التأسيس زي ما شفته قبل كده، وباقي مصروفات التأسيس يستهلك على فترة من 3 إلى 5 سنوات. يعني مثلا لو أنا قلت عندي مصروفات تأسيس ب60,000، هي المصروفات اللي الشركة أو المساهمين المؤسسين بيصرفوها قبل الشركة ما تبدأ أو عشان الشركة تبدأ نشاطها. لو قلت عندي مصروفات تأسيس ب60,000 ولقيت إن أنا محصل مصروفات إصدار أسهم ب20,000، يبقى هعمل إيه؟ أقول 60 ناقص 20، يبقى باقي من مصروفات التأسيس 40,000 تستهلكهم الشركة على فترة من 3 إلى 5 سنوات. أما هنا هو حدد لي في التمرين أن المصروفات الإصدار اللي أنا هحصلها هتكفل في بند المصروفات الإدارية. المطلوب قيود اليومية، وأهم بقى من قيود اليومية التمهيد للحل. نبدأ بقى زي ما اتعلمنا مع بعض وهنمشي بنفس الطريقة. أولا عند الاكتتاب أنا هحصل قد إيه عندي الاكتتاب؟ الناس اللي فوق دول اكتتبوا في 75,000 سهم ودفعوا عند الاكتتاب 20 جنيه للسهم، يبقى هم دفعوا لي كده 1,500,000، ده المبلغ اللي تم تحصيله عند الاكتتاب. اهم حاجة بقى تعرف توزع المبلغ ده ازاي. اولا زيادة رأس المال، احنا اتفقنا ان في 50,000 سهم ودي عدد الاسهم المصدرة، في 15 جنيه دي جت منين؟ نرجع بقى فوق شوية، ادي 20 جنيه قسط اكتتاب منه علاوة اصدار، احنا اتفقنا ان علاوة الاصدار دي ب4 جنيه، هو قال لي عليها في التمرين اهو، ومصروفات اصدار جنيه، جنيه واحد مصروفات اصدار، 4 و1 5 من الـ20 يبقى اللي باقي 15. تمام كده، 15,000 سهم في 15 جنيه ب750,000، علاوة الاصدار ادي الـ50,000 سهم بتوعي في 4 جنيه ب200,000، مصاريف الاصدار 50,000 سهم في جنيه ب50,000 جنيه، الزيادة في قسط الاكتتاب. انا عندي الزيادة ممكن احسبها بطريقتين. الطريقة الاولى انا الناس اكتتبوا في 75,000 سهم وانا هصدر لهم فعلا 50,000 سهم، يبقى الفرق ما بين الاتنين 25,000 سهم بالزيادة، في السهم انا حصلت عنه 20 جنيه عند الاكتتاب يبقى ب500,000. هذه طريقة. الطريقة التانية انا المبلغ المحصل كله 1,500,000، لو طرحت منه الثلاث مبالغ دول ادي 750 و200 ادي 950 و50 يبقى دي 1,000,000، 1,500,000 ناقص 1,000,000 يبقى دي الـ500,000 جنيه. نروح بعد كده عند قسط التخصيص، احنا اتفقنا وبنعيد تاني مع بعض اهو، قيمة قسط التخصيص عدد الاسهم 50,000 سهم في 11 جنيه للسهم ب550,000 جنيه، الزيادة المدفوعة عند الاكتتاب اهو، زيادة في قسط الاكتتاب كانت ب500,000 يبقى ادي الـ500,000 جنيه. اذا قيمة المبلغ المطلوب
والواجب تحصيله عند قسط التخصيص هو 50,000 جنيه. طيب نيجي نروح للقسط الاخير. لما اجي اطلب القسط الاخير بتاعي 50,000 سهم في 4 جنيه ب 200,000 جنيه، هل كل الناس دفعوا القسط؟ لا، انا عندي تاخر احد المساهمين اللي بيمتلك 100 سهم، السهم القسط بتاعه 4 جنيه يبقى فيه 400 جنيه ما اندفعتش. اذا المبلغ اللي هلاقيه في البنك 200,000 ناقص 400 جنيه ب 199,600 جنيه، ويبقى من هنا ده المبلغ المحصل عند القسط الاخير. طيب هنتعامل بقى ازاي مع قيمة او مبلغ الادارة او قيام الادارة ببيع اسهم المساهم؟ بنفس الطريقة مش هنغير، بمعنى ادي سعر بيع الاسهم هم 100,000 سهم، او معلش هم 100 سهم في 28 جنيه للسهم، ده سعر البيع وده مذكور في المسألة فوق، يبقى ده 2,800 جنيه المبلغ المحصل من البيع. اخينا في الله اللي اتأخر ده عليه ايه؟ عليه قسط اخير ب 400 جنيه اللي هم دول، او ان هم 100 سهم في 4، وايه كمان؟ ومصروفات إدارية ب 300 جنيه، وده اللي زي المسألة قالت لي عليه. إذا الراجل ده ليه 2,800، دلوقتي عليه 400 قسط أخير و300 مصروفات إدارية، 400 و300 700 من 2,800 يبقى باقي له 2,100 جنيه. تعالوا بقى ناخد القيود زي ما بنتعودين مع بعض. احنا قلنا ان القيود هنا ثابته ما بتتغيرش، يعني عند الاكتتاب هاجي اقول كده 1,500,000 المبلغ اللي لقيته في البنك من حساب البنك الى حساب قسط الاكتتاب. بعد كده هبدا اوزع من قسط الاكتتاب الى مذكورين، ادي راس المال بقيمه المبلغ اللي هو قيمه القسط 50,000 سهم في 15 جنيه للسهم ب 750,000، علاوه الاصدار ب 200,000 جنيه اللي هم ال 50,000 سهم في 4 جنيه، مصاريف الاصدار 50,000 سهم في جنيه ب 50,000 جنيه. لاحظ ان قسط الاكتتاب هنا دايم ب 1,500,000، هنا مدين ب 1,000,000، تمام. ال 500,000 الفرق هو مبلغ الزياد اللي هيجوا معايا بعد كده عند قسط التخصيص. نيجي عند قسط التخصيص، قيد الطلب القسط اباجي اقول من مذكورين قسط الاكتتاب بمبلغ الزياد، اهو ادي ال 500,000 الزياد، وال 50,000 باقي قيمة القسط 550,000 إلى حساب رأس المال، ده قيمة القسط كله. كل الناس دفعت قسط التخصيص، وبالتالي يبقى القيد بتاعي من حساب البنك إلى حساب قسط التخصيص. نيجي بعد كده للقسط الأخير. لما نيجي ناخد القسط الأخير عندنا قيد طلب القسط، بطلب بالإجمالي هما 50,000 سهم 4 جنيه للسهم، يبقى القسط الأخير ب 200,000 جنيه. يبقى القيد بتاعي 200,000 من حساب القسط الأخير، 200,000 إلى حساب رأس المال، طلب القسط الأخير ل 50,000 سهم بواقع 4 جنيه للسهم. طب كل الناس دفعت؟ لا، ده في تأخر أحد المساهمين عن سداد القسط اللي بيمتلك 100 سهم، وبالتالي أنا هلاقي في البنك 199,600 من حساب البنك 199,600 إلى حساب القسط الأخير. باقي بقى عندي حاجتين لازم أعرفهم كويس أوي، أو تلات حاجات، علاوة الإصدار ومقابل مصروفات الإصدار اللي أنا حصلتها وبيع أسهم المساهم المتأخر. إزاي أعالج الكلام ده؟ اولا قيد العلاوة زي ما انتم شايفين بيقول لي 200,000 من حساب علاوة الإصدار، علاوة الإصدار جت هنا مدين، لاحظ ان في القيد ولاني او القيد التاني هو علاوة الإصدار كانت دين، يبقى انا كده قفلت علاوة الإصدار. احنا قلنا مع بعض ان علاوة الإصدار تقفل في الاحتياط القانون بشرط الا يتجاوز رصيد الاحتياط القانوني 50% من رأس المال المصدر بعد الزيادة، والباقي يقفل في احتياطي خاص اسمه احتياطي علاوة الإصدار. ليه انا قسمت 100 و100؟ هل هو الشرط بالتساوي؟ لا، التقسيمه دي ده جت بناء على الجزء المهم ده. ناخد كده مع بعض، رأس المال المصدر بعد الزيادة يساوي الأسهم القديمة. لو رجعتوا المعطيات المسألة هتلاقوا ان عدد الأسهم القديمة اللي كانت عند حضراتكم كانت 200,000 سهم، وده معطى زاد أسهم الزيادة الجديدة في رأس المال 50,000، يبقى أنا إجمالي عدد الأسهم
250 ألف سهم في القيمة الإسمية للسهم 30 جنيه، وبالتالي إجمالي رأس المال المصدر 7 مليون و500 ألف. تمام، إحنا قلنا أن الحد الأقصى للاحتياط القانوني هو 50% من رأس المال المصدر بعد الزيادة، يبقى دي 7 مليون و500 ألف رأس المال المصدر في 50%. خد بالك ال 50% دي ثابت، أنت عارف محدش هيقول لك عليه، تطلع ب 3 مليون 750 ألف. طيب يعني أقصى مبلغ أوصل له للاحتياط القانوني لازم يكون رصيده 3 مليون 750 ألف. تمام، يبقى دلوقتي هو كان رصيده كام؟ معطى في المسألة إن رصيد الاحتياط القانوني 3 مليون 650 ألف، يبقى الفرق ما بين الرقمين دول هم دول اللي أقدر أوديه للاحتياط القانوني وبس. يبقى كمان مرة النقطة دي تاني، رأس المال المصدر بعد الزيادة 200 ألف سهم، ده القدام زائد 50 ألف جداد بقوا 250 ألف سهم، في 30 جنيه القيمة الإسمية للسهم يطلع ب7 مليون و500 ألف. أنا عايز الاحتياطي ما يوصل أو آخره إن هو يكون 50% من رأس المال ده، يبقى آخد ال7 مليون و500 ألف في 50% يديني 3 مليون 750 ألف، يبقى ده أقصى رقم ممكن أوديه للاحتياط القانوني. طب هو فيه كام؟ لما نرجع لمعطيات المسألة، أدي ال 3 مليون 750 ألف اللي أنا أقصى مبلغ ممكن أوديه للاحتياط القانوني. رصيد الاحتياط القانوني معطى في المسألة إنه 3 مليون 650 ألف، يبقى أنا ما أقدرش أودي الاحتياط القانوني أكثر من 100 ألف جنيه. وبالتالي فإن علاوة الإصدار ال 200 ألف جنيه هتتقسم كالآتي، 100 ألف هيروح احتياطي قانوني، يبقى الباقي على طول هيروح احتياطي علاوة الإصدار، ال 100 ألف اللي باقيين، ومش شرط يكونوا بالتساوي، بس هنا التمرين طلع بالتساوي. وبناء على القيد بتاعي جه يقول لي من حساب علاوة الإصدار إلى مذكورين، احتياطي قانوني واحتياطي علاوة الإصدار. طيب نيجي بعد كده لإقفال مصاريف الإصدار. مصاريف الإصدار لو رجعنا مع بعض كده أهي، أنا حصلتها وكانت في الجانب الداين، لما أجي أقفلها أجيبها في الجانب المدين، يبقى من حساب مصاريف الإصدار إلى حساب المصروفات الإدارية. وحددت هنا المصروفات الإدارية لأن هو قال إنها تقفل في التمرين في المصروفات الإدارية، لو ما قالش يبقى بوديها مصروفات التأسيس العام. طيب نيجي بعد كده لمشكلة ايه؟ بيع اسهم المساهم المتاخر. احنا لما خدنا في تمهيد الحل انا بعت الاسهم دي ب 2800 جنيه اللي هم ال 100 سهم في 28، يبقى من حساب البنك الى مذكوري. ادي القسط الاخير ب 400 جنيه، مصاريف اداريه ده معطى ب 300، يبقى المساهم ده لسه ليه 2100 جنيه. خد بالك ليه يبقى داي، عشان كده ظهر في الداي. طيب لما اجي ادفع له الفلوس بتاعته بقى انا كشركه، اقول من حساب المساهم المتاخر الى حساب البنك. طب ما في احتمال تاني، انا بعت الاسهم دي ب 2800 وطلع اجمالي اللي على المساهم القسط الاخير والمصروفات الاداريه دول 3000، يبقى في الحاله دي وده افتراض من عندنا، المساهم هيبقى عليه، بدم عليه يبقى هيجي في الجانب المدين، يبقى القيد بتاعي من مذكورين البنك والمساهم، ولما يجي يدفع اللي عليه تبقى تعكس القيد ده من حساب المساهم الى حساب البنك. لاحظ بقى ان في حاجة مهمة لازم حضراتكم تاخدوا بالكم منها، ان زيادة رأس المال بيعتبر تمرين شامل على كل اللي فات، وبالتالي معلوماتك لازم تبقى واضحة كويس قوي. اتمنى اني اكون عرفت اوصل لحضراتكم حاجة. لو في اي استفسار احنا اتلقى اي استفسارات لحضراتكم على الواتساب، على المجموعات اللي انتوا عاملينها، على الجروب الخاص بيها، وان شاء الله اشوفها وارد عليها. والتوفيق واشوفكم على خير المرة اللي جاية بامر الله.